السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل الأداء الدولي المغربي حكيم زياج مع فريقه تشيلسي ضد فريق فولهام في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. قبل البدء في التفاصيل والدخول في صلب الموضوع والتحدث على ما قدمه حكيم زياج، كذلك التعرف على التقييم الذي حصل حكيم زياج في مباراة اليوم، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سلوكك جديد، ونبدأ في التفاصيل. حكيم زياج شارك أساسي بتشكيلة فريقه تشيلسي ومدربه كراهام بوستر. للأمانة فأنا كنت متوقع أن حكيم لم يشارك بتكيلة، خصوصا بعدما ما وقع معه في آخر يوم من الميركاتو الشتوي، لكن المدرب فضل البدء بحكيم زياج بشكل أساسي. وللأمانة ما شاهدته في حكيم زياج اليوم، قدم مباراة جيدة، خلق فرصة وقدم أسيست محقق لتسجيل، لكن أهدر بطريقة غريبة من كاي هافرز، وكانت لديه تسديدة واحدة في المباراة ولمس الكرة 40 مرة في 60 دقيقة التي لعبها. أداؤه كان جيد اليوم، خصوصا في الشوط الأول كان خلق فرص، خلق محاولات، كان أكثر تحركا وأكثر طلبا للكرة، لكن في الشوط الثاني انخفض مستواه قليلا. وللأمانة حكيم زياج على الرغم من أنه عاش حالة نفسية في آخر يوم من الميركاتو، لكنه اليوم قدم أداء جيد، وأتمنى أن يستمر في الوتيرة مع فريقه تشيلسي. أما بالنسبة للتقييم الذي حصل على حكيم زياج، فهو حصل على تقييم 6.5 كتقييم على أدائه وعلى مرتوته، ونتمنى أن يعود إلى المستوى الطبيعي، خصوصا من ناحية التسديدات. كانت لديه تسديدات مؤطرة، فهناك انخفاض في التسديدات على المرمى. نتمنى أن يستمر في أدائه جيد وأن يعود إلى مستواه من ناحية التسديدات على المرمى. هذا هو كل ما لدينا بخصوص حكيم زياج اليوم. أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك واللايك للفيديو، كل جديد، وإلى اللقاء.